كيفاش القضية بدلتي اللوكا سي أبو حفص والسي محمد والسي عبد الوهاب؟ كنتي بالقندورة وكنتي طبعا بجلابة. لكل مقام مقال، تدابا بالقندرة وجلابة يعني مشي تخلصت منهم لا بدلتي اعتزوا حيدتي به. اللحية شي شوية ولا عندك شي شوية من هنا لتحت. أنا كنبان سالا فيك أكثر منك إلا مشينا لا، باللحية. لأن هذا الأمر هذا أنا منضبط فيه بما هو شرعي، بما أنني تنشوف أن هذا الأمر مباح شرعا ولا حرج فيه شرعا فما عندي أي إشكال فيه. ولا بغيتي تبان سلفي بوغوس زعما ما فيها باس تلعين شي شويه؟ ان الله جميل يحب الجمال، زعما السلفي خصو يبان ديما خايب وديما خصو يكون لابس مدربال وديما خصو يكون حالته حاله. لا هذه مهمه السي بوحفص، حيت واحد المجموعه الاخوان ديالنا كيبنيو انتمائهم لهذ السلفيه على القضيه ديال التقصير، اللي تيسميو التقصير واللحيه يخليوها وواحد الحاله يعني في الشكل ديالهم اللي ما عرفتش واش انا ضد تنميط فكر معين بلباس او بزي معين. النبي صلى الله عليه وسلم اصلا يقول البس ما شئت، كل ما شئت والبس ما شئت، ما اخطات كاثنان اسراف ومخيلة. يعني الا تجنبتي هاد جوج ديال الامور لا مانع لا في تنويع اللباس ولا في تنويع الشكل. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف واحد الشخص اللي حالته رثه ولباسه سيء انكر عليه هذا الامر، هي فاش قال ان الله جميل يحب الجمال. ما قلتي عيب ودي السي ابو حفص. نرجعوا شي شويه للفتره ديال السجن. كنا تكلمنا قبل قليل المساله ديال الخلوه الشرعيه، وانت تكلمتي بها ربما باستفاضه وتكلمتي عليها باستفاضه، في حين هذه المساله كاين اللي كيجد فيها يوجد فيها حرج انه يتكلم على حياته الحميميه خصوصا داخل السجن. انت وصفتي ما كاين حتى مشكل وذكرتي بعض الحيثيات اللي كاين اللي شاف فيها انه ما كانش خاصها تقال، او كاين اللي قال ودي السي ابو حفص راه كان عايش المتعة ديالو في السجن والناس كيتشكا وكيقول لك لا حق الظروف ديال السجن ما كانتش هي هذيك. شنو اللي خلاك تتكلم في هذا المسألة؟ لا اللي خلاني فقط امر واحد اللي هو السؤال الصحفية والحاح الصحفية على ديك الاسئلة. يعني مش انا اللي قصدت، لم اكتب مقالة في الموضوع، الصحفية الحت ان تستخرج تلك المعلومات. احنا سنلح اكثر من الحاحها. اما قضية انه عايش في السجن هذا حتى سجناء الحق العام لهم هذا الحق. هادشي كان الان هذه شي سنتين ولا اكثر من سنتين ما بقاش، ولكن قبل بن هاشم قبل المندوبيه انشاء المندوبيه كان حق الخلوه الشرعيه متاح لجميع السجناء بما فيهم سجناء الحق العام، ماشي احنا كنا مخصصين او كان هذا امر خاص بنا. كاين مراسيم ومذكرات وزاريه خاصه بالموضوع. وقلتي في تصريحك بانه احيانا كان يجيكم الهاجس ديال شي حد كيتلصص عليكم. وطبيعه الحال هذا امر طبيعي، لانك واحد الغرفه لا تملكها ولا تملك السيطره على من يدخل اليها. امر طبيعي ان هذا الوسواس او الشك قد يرد على البال. ما كتفكرش في التعدد سي ابو حفص؟ ما عنديش من الناحيه الشرعيه طبعا ما عنديش اشكال في هذا الامر هذا، ولكن عمليا دابا لا لا افكر في هذا. لا تفكر في التعدد. كاين بزاف من المحسوبين على التيار السلفي او الاسلامي بشكل عام كيطبقوا السنه. كيطبقوا السنه. باقي بزاف السنه خصنا نطبقوا عاد نوصلوا لهذه. عاد نوصلوا للتعدد ولا المدام ما غتخليكش واقيله. لا لا ماشي هذا هو الاشكال. طبعا ماشي نقول لك لا غادي تخلي، راه اي امراه في الدنيا امر طبيعي انها تغار على الزوج ديالها وانها ما تبغيش يتزوج. لو لم تفعل كما بعض الناس يجي يقول لك راه الزوجه هي اللي شجع، انا تنشوف ان امر غير طبيعي، يعني ان الزوجه تكون فعلا هي اللي باغا التعدد للزوج ديالها. ما يمكنش، صعيبه غير طبيعي. المهم دابا نطمئنوا عبر الاثير ما كتفكرش يا سي ابو حفص. ايوا اطمئني يا استاذه ما كاينش شي حاجه.